ايه اللي حصل؟ كابوس. هي هزيمة ولا نكسة زي ما كان ناصر؟ لن تصبح في إمكاننا. سينا دي كبيرة قوي يا فندم. أن نتطلع إلى المستقبل. أنتوا مش خايفين؟ ننسحب ليه يا فندم؟ تجاهلت إسرائيل والقوى المختفية خلفها كل القيم الإنسانية وقامت بعدوان الغادر يوم 50. لسه بدك ترمينا في البحر يا جمال؟ أنا بقيت واحد تاني، أنا نفسي مش عارف. هو البي ظابط ولا إيه؟ لو واضح من قعدتك على الجبهة نسيت المصريين. أنا مش هجري ولا هدارة منهم تاني. بعد الحروب بيكتر الهلس والهليس. وما فيش حتة تانية تترموا فيها غير هنا؟ بيقولوا إن أنت سبب إن إحنا اتغلبنا من إسرائيل. المرحلة اللي جاية عايزة الحروش يقدروا يواجهوا العدو بأداء ما شافوش منا قبل كده. إحنا هنتدرب وحموت نفسنا عشان نحقق اللي الإسرائيليين بيقولوا عليه مستحيل. هو الموت بيجري اللي بيحارب بس. أنا إن شاء الله مش هموت. ما هو بيجي في لحظة لأي حد. هترجع بس أنت مش خايف؟ أنا مش جبان ولا خايف من الموت، وأنت عارف كده كويس. البلد دي كانت حاجة قبل النكسة، دلوقتي بقت حاجة تانية خالص. لو كل واحد في الجيش عمل اللي في دماغه الجيش يخرب. هنطلع، أهم حاجة المهمة تتنفس. دير بالك على حالك يا هلال. مش قادر أبص في عينه وأنا مهزوم مكسور. والشهداء اللي فينهم هنا؟ دي أرضنا برضو. حرب من غير نهاية، يا إحنا يا هم. ومن النهاردة لسه عادي وانت بتبص على شمس كل يوم جديد تبقى متأكد ان النهار اللي جاي جاي ومع النصر. ان ما بيننا مخلص. انا ما اقدر اسيب ارضي اللي انولدت وعشت فيها. وان علم مصر هيترفع على الارض اللي راحت. وقت المعركة كلنا واحد. يعني الحرب خلصت وانتوا انهزمتوا اذا مش منتبهين. انا مش هندافع، احنا نهاجم.